مشروعنا اليوم كان تقديم مبالغ مالية لمرضى السرطان. طبعا اخترنا هاي الشريحة بناء على تقييم الكادر الطبي لمنظمة الرعاية الإنسانية من خلال جولة على مخيمات أطمي بالتنسيق مع مديرية الصحة. هاي المبالغ هي عبارة عن مساعدة رمزية لتخفيف معاناة مرضى السرطان. مريض سرطان، نشكر مديرية الصحة في إدلب، نشكر هذا الفريق القائم على هذا العمل، ونتمنى من جميع المنظمات كانت في الداخل وكانت في الخارج ترجع تقدم مساعدات كانت مالية وكانت معنوية وكانت نفسية وكانت لوجستية عن طريق الدواء أو أي شيء تاني. أنا معي مرض سرطان في الغدد الدرقي، وكنت أتعالج بالشام، وهلق يعني وضعي ما بقى أحسن، روح الشام بهالوضع هاد، ووضعي المادة كتير يعني سيء، التكلفة غالية يعني حق الدواء غالي، ونحن وضعنا ما وزياد يعني حتى نجيب الدواء، ونتمنى منكم هيك تتابعوا العلاج. وأنا فيها يعني المرض هذا من زمان، من شيء 15 سنة. قمنا اليوم في مديرية صحة إدلب بتنسيق مع منظمة الرعاية الإنسانية بتقديم خدمة الكاش لبعض مرضى السرطان تخفيفاً للعبء المالي الكبير عليهم. أكثر من 3500 مريض سرطان موجود في شمال غرب سوريا في إدلب. تسعى مديرية صحة إدلب من خلال عملها مع الشركاء في المنظمات الدولية والمحلية لتسهيل وصولهم إلى الخدمات الطبية بشكل أمثل، تيسير ظروف حياتهم الصعبة، أغلبهم قاطنين في المخيمات، أيضا استمرار علاجهم ونجاح العلاج، بالإضافة إلى التنسيق مع جانب تركيا لتحويلهم إلى تركيا في بعض الحالات الشديدة.